الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل حديثنا عن التربية الخلقية التي هي ثمرة من ثمرة التربية الإيمانية. عندما نربي أبناءنا على الإيمان بالله وعلى تعظيم هذا الدين، ثمرة ذلك أن يتخلق الإنسان بأخلاق رسول الله. وتحدثنا عن فضل الأخلاق ومكارم الأخلاق ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التربية الخلقية، فهي واجبة على المربين. ما أحسن الأب الذي يرى أبناءه قرة عين، كيف يكون الابن والبنت قرة عين وهم بعيدين عن الأخلاق؟ لن يكونوا قرة عين إلا إذا تخلقوا وتجسدت فيهم الأخلاق العالية والقيم والآداب، فيرتاح الأب وترتاح الأم عندما يجدون أبناءهم بهذه الأخلاق، بالأدب، بالحياء، بالحشمة. ولكن هناك ظواهر سلوكية لابد أن نتنبه لها، وينبغي أن نربي أبناءنا وهم صغار على ألا يتعودوا على هذه الظواهر السلوكية. ومن أخطرها وأقبحها ظاهرة الكذب. ظاهرة الكذب هذا يبدأ تعلمه وعاد الولد صغير أو البنت صغيرة. طبعا الكذب هو من أكبر الرذائل، وهو صفة من صفات النفاق، علامة من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم، بيّن في الحديث، قال حتى عن المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فبين النبي أن هذا من علامة النفاق. وأيضا الكذب هو خلق ذميم ليس مقبول أبدا، وهو أبشع خلق يتخلق به الولد أو البنت. فلذلك بمجرد ما يحصل الكذب من الولد أو من البنت، لابد من أول ما يبدأ يتعلم ذلك ننبهه، نحذره من الكذب وعواقبه الوخيمة وإثم ذلك. وأيضا كيف ثقة الناس به أن أحد لن يصدقه ولا أحد سيأتمن عليه. فنعرف أن هذا الكذب خلق سيء، نربي أبناءنا على ذلك. والأهم والأمر الضروري الواجب أن نعرفه أن الولد هو يتعلم من أبيه وأمه. فإذا وجد الولد أو البنت وجدوا الأب أو الأم يكذب، فإنهم عند ذلك يتعلمون الكذب تلقائيا، ولن تنفع فيه المواعظ، لأنه يرى قدوة أمامه. فلما مثلا يدق أحد الباب، فعندما يقول الأب لولده: قل لهم أنا غير موجود، أو مثلا يقول لولده عندما يراه يبكي: هيا اسكت وأنا سأعطيك كذا وكذا، يمنيه. فإذا سكت وجاء: أين كذا؟ يقول له: اذهب، لا لك شيء. إذن عودته على الكذب. ولا يوجد في الدين كذبة إبريل أو كذبة بيضاء، خلاص إحنا في السنة هذه سنكذب، أو أكون كذبة كمزاح. لا يعمل الإنسان هذا الأمر، لأنها صفة ليست من خلق المؤمن أبدا، بل الصدق هي ختم يكون على المؤمن، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلاك. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ختم يكون على هذا المؤمن. لما تقول لولدك هكذا تكتب عند الله صديقا، والصديقية مرتبة عالية عند الله بسبب التعود على هذا الصدق. إذن أقبح ظاهرة سلوكية يتعلمها الأبناء وهي منافية للأخلاق الكذب. لابد على الإنسان أن يتجسد بالصدق في نفسه ويعلم أولاده الصدق. أيضا من ضمن الأشياء التي تجعل الولد يكذب، لأنه عندما يصدق أو يجي يعترف مثلا إذا عمل شيء: من عمل كذا؟ مثلا إذا اعترف قام الأب أو الأم يضربونه بسبب أنه فعل هذا. لابد أن نكافئ على الصدق. بمجرد ما نرى الابن يعمل شيء فنقول: من عمل كذلك؟ فلما نعرف أنه صدق نكافئ: أحسنت، أنت صاحب الصدق، لن أعاقبك، ولكن أنبهه مرة ثانية ألا تعمل كذلك، لأنك صدقت معي سأنا فأكون معك صادقا. ولذلك يضرب التاريخ أنواع الأمثلة في الصدق، حتى دائما نسمع سيدنا عبد القادر الجيلاني هذا الإمام العظيم
المربي الكبير صاحب الولاية العظمى أنه كان وهو صغير خرج لطلب العلم، فأمه أهدته 40 درهم ليستعين على طلبه للعلم، فقال بنيت أمري على الصدق. وكان أول ما بنيت أمري على الصدق أني خرجت في طلب العلم وأهدتني أمي 40 درهم لأستعين به على طلب العلم. فلما وصلنا في الطريق إذ جاءوا قطاع الطرق فالتقوا مع سيدنا عبد القادر الجيلاني ومع من كان معه في القافلة وهجموا عليهم وأخذوا الأموال ويمرون بجانبه، حتى أن أحد قطاع الطرق يقول يا ولد معك مال؟ قال نعم. كم؟ قال 40 درهما. ما صدقها، ذهب من جنبه. ثم مر واحد ثاني فقال يا غلام أمعك مال؟ قال نعم. قال معه مال؟ فأخذ بيده إلى عند زعيم هذه العصابة. فلما وصل إليه قاله يا ولد أنت معك مال؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال هي هنا 40 درهما. قال لماذا تصدق؟ ألا تعرف أننا قطاع طرق سنأخذها؟ قال عهدت أمي ألا أخونها أبدا وأن لا أكذب وأن أتحلى بالصدق، وهذا عهد. فبكى الرجل، وقال بعض الذين يرون هذه القصة أنه قطع ثيابه، قال يا ويلي هذا خاف أن يخون عهده مع أمه، وأنا خنت عهدي مع الله عز وجل، على يدك أتوب إلى الله عز وجل. وتاب إلى الله ورجع وتبع هذا وهو لا زال صغيرا. فقالت عصابته أنت قائدنا في الشر وقائدنا في التوبة إلى الله ورجع إلى الله، كلنا تائبون إلى الله، فضل هذا الصدق. إذن أول ظاهرة خبيثة يجب أن نبعدها من سلوكيات الولد الأبناء هي الكذب. أيضا الظاهرة الثانية ظاهرة السرقة. السرقة مرض خطير جدا، ينبغي على الآباء أن يحرصوا على أن أبنائهم لن يتعلموا هذه العادة السيئة أبدا، ودائما يكافئهم على الصدق وعلى الأمانة. لماذا؟ لأن نريد جيل ينشأ، عندما ينشأ جيل يحب السرقة ويحب كما يقولون اللف والدوران، يأتي بالمال. البعض من الناس ما يقول لابنه من أين أتيت بهذا المال، حتى أن أحدهم أخذه في بعض المحاكم أقاموا عليه الحد. قال لحظة، قبل أن تقيموا عليه الحد عاقبوا لسان أمي التي من أول ما بدأت في أول سرقة سرقتها من الجيران فرحت وولولت وزغردت أني أصبحت رجلا، أعانته ونسأل الله السلامة والعافية أعانته على السرقة. فلابد على الآباء أن يتنبهوا على أن السرقة مرض خطير، وقبل أن يقوله المواعظ لابد أن يعرف أن هذا خلق ذميم لن يأتمنه الناس، وهذه الأمانة فضلها عظيم عند الله عز وجل. حتى أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما جاءه العربي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما قال كأنه عرض عنه، وسأله عدة مرات فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. عندما يتولى الأمر إنسان ما تربى على الأخلاق وعلى القيم فإنه قد يسرق المال العام وقد يخون وقد يعتدي على أموال الناس وعلى أخلاقيتهم وعلى القيم وعلى غير ذلك. إذن لابد أن نعرف أن خلق السرقة إذا تعلمه الصغير سينمو معه ولن تستطيع علاجه أبدا إلا رحمة من الله عز وجل ونفحة من النفحات التي تجعله يبتعد عن هذا الأمر. أيضا من أقبح الظواهر والسلوكيات ظاهرة الشتم واللعن والسب عندما ينشأ في الولد هذا. البعض من الناس وليعذرنا البعض فيه حمق، أحمق يكون عندما يجد ولده يسب أو يلعن، قال ما شاء الله ولدي أصبح رجل كبير أصبح يسب، عجيب. الرجولة معيارها في أن كيف ينطق الولد، علمه حسن الخلق لأنها تربية خلقية. فلابد أن نبعد عن الأبناء اللعن والشتم والسب، وهي ظاهرة منتشرة. كيف يتعلم الأبناء؟ أغلبهم كما سمعتم من قبل يتعلم من أبيه وأمه. عندما الأب يلعن مثلا التلفاز من فتح لعن هذا الجهاز أو لعن الريموت أو لعن جواله أو يلعن هذا الشيء أو يلعن بأي شيء أو يلعن مثلا في التلفون، وكذلك الأم، فانتشر السباب واللعن بسبب عند الأولاد بسبب الأب والأم. ولذلك من هذه الأسباب التي تجعله يسب ويشتم هو الأب
والأم والخلطة الشلة الذي يجالسهم عند ذلك يتعلم السباب. وهذه من أقبح الظواهر السلوكية. ينبغي على المؤمن أن يربي أولاده على أن يمسكوا ألسنتهم من الكذب، ويمسكوا أيديهم عن السرقة، ويمسكوا أيضا ألسنتهم من هذا الخلق الذميم، السب واللعن والشتم، فيتحلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بحديث رسول الله قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هكذا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.